الله أكبر. الله وإن أناخت بنا البلوى فإن لنا ربا يحولها عنا فتنتقل. الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوان الكرام. أهلا شاهدت مؤسسة مؤسسي العامة للنقل مكان لأداء صلوات فريضة. كل صلاة تقام أثناء عمل الكراج تم إقامة الصلاة بشكل جماعي وتخصيص مكان هون بحيث أي مسافر يتوجه لمدينته أو قريته يؤدي صلاة فريضة وما يأكل هم إذا كان قريته بعيدة أو بيته بعيد أو صار معه ظرف على الطريق يكون مؤدي صلاة فريضة. جزا الله الأخوة القائمين على هذا الأمر خير جزاء والله يعطيهم الألف عافية.